السلام عليكم. اليوم رجعنا لكم كمان بفائدة جديدة. في مشكلة بعض الأشخاص مع غلايات المي والأملاح، الأملاح في غلايات المي والدسوت وحاجات زي كذا. فالحل حل بسيط جدا، في مادة تنباع في أغلب السوبر ماركتات، تختلف الأكياس من شركة إلى شركة. أنا طبعا أشيل هذا سعره رخيص 55 سنت، وقوه في كيسين. وطريقة الاستخدام بس أوصل البيت بوريكم كمان. في نغانق اللي هي التيجيتارش، في كثير اشخاص ما يعرفوها، وفي الهامبرجر في الكوفلاند حلال. كمان عندي لكم فكره ثانيه بالنسبه للسمك. في السمك هذا موجود باغلب السوبر ماركتات، في الالدي، في الليدل، في البيني، في النتو، بعدة موجود عده سوبر ماركتات بشركات مختلفه. السمك هذا اذا غسلته من البهارات تروح البهارات كامله وتروح النكهه، بينما هذا ظل النكهة موجودة، نكهة الأعشاب. فهذا غسله، سعره مناسب 5 يورو 13 سنت في هذا السوبر ماركت الكوفلاند، وتغسله 600 جرام وزنه، غسله وبهره بالطريقة اللي تحب. ومعلومة ثانية، في كمان دقاق، هذا الدقاق في الكوفلاند ما أدري إذا موجود في سوبر ماركتات ثانية، بحجمين، في الإكس إكس إل وفي الحجم الأصغر منه، ومكتوب عليه حلال. مكتوب عليه حلال بالعربي. وفي دقائق كمان زي كذا، هذا ايوه هذا كمان دقائق كامل ومكتوب عليه حلال 1500 جرام. الاكياس هذه طبعا تجي 1000 جرام و1500 جرام، بس اليوم شكله مش موجود ابو 1000 جرام، هذا 1500 جرام. ادور لكم على الهمبرجر، لحم الهمبرجر يعني، حظكم ما في، لكن بصور لكم يا مرة ثانية مع أي موضوع بدخل لكم الصور تبعه. في لحم همبرجر موجود حلال وطعمه روعة. وبالنسبة للدقاق اللي صورت لكم إياه طعمه والله حلو. قرب طبعا هذا الغسل الفيجيتارش أو الفيجان. في السلامي، هذا اللحومات بعدة أشكال. بصراحة أنا أحب أخذ فيجان أو فيجيتارش، أضمن لي من اللي ينباع بالمحلات الغير على أساس حلال، لانه هذا في النهايه نباتي. احب هذه النغانق، طبعا انا ما اكلها بس عيالي يعجبهم هذه. ولحوم السلامي باشكال وانواع اخذها لي ولاولادي، بس زي ما قلت لكم انا اتجنب، لانه بصراحه شفت مره فيديو للنغانق كيف تصنع بطريقه مغززه فكرهتها، فاضمن لي اخذ اللي هو نباتي. وسلامتكم. وفي الروتي هذا الحلو فيه فيجان ومبهر جاهز، في بنكهة الثوم وفي بنكهة ثانية. هذا اللي مستعجل حابب يروح عمل ولا حابب ياكل على السريع بدل ما يطبخ بيض ولا شيء، يدخله على الفرن بس 10 دقائق ويكون جاهز وياكله. وسلامتكم بالعافية على قلوبكم. الفكرة بسيطة عشان تنظيفها، هذه هي وهذه المادة اللي اشتريناها. كل الوصفة ما فيها تحط فيها مي بارد أو دافئ، مش شرط يكون حار. وبعد ما تحط فيها مي اوريكم ايش نسوي. الان حطينا فيها مي، نحط فيها المادة. نحط فيها كيس، شوف بدأت وكأنها تغلي، شايفين؟ نخلي الفيديو ونوقف الفيديو ونصور لكم بعد ما تخلص. شوفوا المي كيف بدأ يتغير لونه، هذا دليل انه بدأ الاملاح اللي جوا بدأت تتفحتت وتصير مخلوطة مع المي. بعد ما تبدأ المادة تتفاعل شقلها حتى تغلي، وبعد ما تغلي تطفيها ويكون خلاص كل شيء راح. الان نسيبها لما تغلي وارجع لكم. حاول تتجنب انك تتنشق الهواء اللي يطلع منها، بس انا لاني حاططها مفتوحة ولا هو اعتيادي لازم الواحد يغفلها. هذا شكلها بعد ما خلصت غليان ووقفت الماكينة، شوفوا كيف نظيفة. ونكب الماء ووريكم صورة. وهذا شكلها الآن، ارجع شوف الفيديو كيف كانت وكيف صارت. طبعا هذا الدخان يطلع منها، بس كبيت الماء وما غسلتها، قدامكم نظيفة 100 100. انشر الفيديو وخليه عم الخير للي ما عنده معلومة. اتوقع ان اغلب الشباب عارفين، بس في ناس كثير صادفت اني زرتهم في بيوتهم بالذات الشباب ما عندهم فكرة.
يمكن العوائل عندهم فكر. سلامتكم. شيء يفتح النفس صارت صح. يلا شباب نشوفكم على خير، ودعم للفيديو وشير سكرايب لايك، واهم شيء المشاركة للفيديو مشان الناس يستفيدوا.